أهلا بكم. التطبيع مصطلح غير موجود على الإطلاق، والقضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة كلها، ذاك ما جدد تأكيده رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه اليوم على موكب تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم على التوالي: أحمد بالصغير سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى تركيا. أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان إن شاء الله التوفيق والنجاح في هذه المهمة، ولا تنسى أبدا التونسية لدى الجمهورية الإسلامية. عماد الرحموني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة ولتنفيذ. إيمان العجيلي العماري سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية صربيا. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذه المهمة، إن شاء الله تكونين خير سفيرة جمهورية العراق. شكري الطيف سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية العراق. وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار. لا تنسوا أبدا، بالرغم من أن للدولة الفلسطينية سفراء، لا تنسوا الحق الفلسطيني، الحق المشروع، وهذه القضية المركزية للأمة كلها. ومن يتحدث عن التطبيع فهذا المصطلح عندي غير موجود على الإطلاق. الحالة الطبيعية أن فلسطين يجب أن تعود إلى الشعب الفلسطيني، وأن يسترجع حقوقه في كل فلسطين، وتكون دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.